مساعد الكريساج ومساعد الشفرة لا دوك اللي حاطين ولا دوك اللي هازين بزطمهم، والأغلبية تلقى الراوج على والو، واللي يجي يصور يقول لك هنا ما مصور والو ما كاين والو. هذا هو النظرية ديالي أنا من هادشي كامل أصدع. لا ديجا أنا كنت نبيع نشري البغرير غير هنايا، وديجا كنشوف بنادم غادي يتقدى له وليداتو حتى يتخدم، يا بزطام يا تليفون يا عطا الله اش عاد يديروا. الله يهديهم والله يغلب شي على شي والله يسهل على كل واحد. وتا هما راه ما كرهوش، راه كاين واحد الفئه اللي هي حلال على الشفره، انا كنقولها واخا العالم كيشوفني. كاين واحد الفئه اللي الله يكون في عوانها، اللي وحده تكون طالبه وهذا هز التليفون ديال 4 مليون 2 مليون هذا، وهي هابط مع الجيران تبدا تفطح. وواحد مسكين ما لقى باش يشري حتى خبزه. هي واحد الناحيه الله يحسن العوان، واحد الناحيه الله يهديهم والله يجي شي تاول ديال الخير. كراج على هذا السلطان كله زوينه، هذا الرواج شوف كيدير الرواج، كلشي العائلات كامل كيجيو يتقداو. السفره كتكسر حيت كلشي كيبغي يجي يتقدا، وعارفين مادام مخربق العائلات باغيين يشريو وباغيين يديروا شحال من حاجه، كيكون بنادم على بالو اش كيجي كيبقى يجيبو ما بقى عندوش التليفون. هاي الوالده شحال من مره كانت كتمشي القيصاري كيديروا البسطام من جيبها، كتلقى عيالات كيسافروا. والله عيالات كيسافروا ماشي كاع بنادم، عيالات كيسافروا.